بس كده بقى تبقى دنيا فتحت على نفسها ابواب جهنم. ابو العز ده مش سهل وما بيعرفش الرحمه. وهو ده فعلا بالتحديد سبب قلقي على دنيا. ابو العز مش هيرحمها. شكرا يا فندم. العفو. ولا القانون هيقدر يحميها، خصوصا ان ابو العز اذكى من انه يسيب اي بصمه وراه. وتضمن منين سعادتك انها مش هتضعف تاني وتروح تغير شهادتها؟ خصوصا لو ابو العز ورجالته زودوا الضغط عليها شويه، وغالبا هو ده اللي هيعملوه. مش عارف والله يا نور، مش عارف. انا كل اعتمادي دلوقتي على ايمانها بان العدل لازم ياخد مجراه. بس لغايه امتى هتفضل متمسكه بالايمان ده الله اعلم، خصوصا وان قوانيننا مش قادره تحميها. القانون الوحيد اللي يقدر على حمايتها للاسف قانون مش مكتوب، قانون الاخلاق، وده في ناس كتيره قوي مش مؤمنه بيه. كده بقى يبقى سيادتك بتحلم بالمدينه الفاضله. وده شيء مستحيل طبعا، مش كده؟ في زماننا ده متهيألي مستحيل. طب والامل ايه دلوقتي يا انور؟ انا فعلا مش هسامح نفسي لو دنيا طالها اي اذى من ابو العز، خصوصا واني حاسس بمسؤوليه خاصه تجاهها، مش عارف ليه. الست دي نموذج فريد، ما تملكش قدامها غير انك تعجب بيها وتستغرب من تصرفاتها. انا بتعجب ازاي قدرت تستحمل كل اللي بيجرى لها ده. اي واحده تانيه في مكانها كان اسهل عليها جدا انها ترفع الرايه البيضاء وتسلم وتنفذ كل اللي بيطلبه منها ابو العز ورجالته، وصدقني سيادتك ما كانش اي حد هيقدر يلومها. ويمكن هو ده بالتحديد سبب تقديري ليها واصراري على الوقوف جنبها. عارف يا انور، احنا املنا دلوقتي في ايه؟ في حامد، راجل ابو العز اللي قبضنا عليه امبارح. انه يعترف سعادتك باللي قاله لنا؟ بالظبط كده، ويمضي على محضر رسمي بتحريض ابو العز ليه، ساعتها هيبقى في ايدينا دليل ضد ابو العز. ما احنا حاولنا يا فندم، وسيادتك شفت اصراره على انه ما يقولش الكلام ده في محضر رسمي، بالرغم من انه اعترف بيه وده اللي حصل فعلا، وده طبعا عشان خايف من ابو العز ورجالته. معلش يا انور، احنا لازم نحاول تاني وتالت وعاشر لحد ما يعترف ونمسك دليل في ايدينا على ابو العز. يا حامد، بلغهم وقال لهم ايه؟ بلغهم بان المطلوب هيتم وعلى اكمل وجه. ها؟ ويجعل بيت المحسنين عمار. ده انا راجلهم يا جدع، ولحم اكتفي من خيرهم. والعشره ما تهونش غير على اولاد الحرام. ها؟ سلام. وانا بقى ابن حلال مصفي. مصفي لاخر قطره. حبيبي قطره 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 يا حبيبي. ربنا يدوم عليك الانبساط، ما تفرحنا معاك. بدأت أصدق وأمن يالا إن رزق بيجري ورا صاحبه حتى لو كان في سبع أرض. سبوبة وفيها لقمة حلوة واتحدفت عليا هنا جوه التخشيبة، أقول لها لأ ابعد عني أنت كخة، ده حتى يبقى حرام ورفض النعمة. ماشية معاك يا عم. ربنا ما يجعل لي جار وله عينين. بقول لك إيه؟ معاكش سجارة؟ معايا. ابي بيها وتترد لك في الافراح. اتفضل. لا يا غالي، عايزك تولعها لي. من عيني. ايوه، عايزك بقى يا غالي تزوقني احلى زواق قبل ما يزفونا على النيابه. اجدعها زواق يا غالي. من عيني يا عريس، بس كده السيجارة مش هتنفع، ده انت عايز علبة سجاير. ما تغلاش عليك يالا، انت واد مجدع، يلا بقى. ماشي يا عريس. اجدعها زواق. اتحمل بقى. يخرب بيت ابوك. بص يا باشا وتحمل، بص يا باشا. خلوا جسمي طفايه سجاير يا باشا. شرحوا جسمي بالمؤاخذة يا باشا. ضرب يا باشا ما كانش ياكلوا حمار في مطلع، ولا كان في طار بينه وبينهم يا باشا، ولا شفع اللي عندهم الله يا باشا اللي كانت طالعه من قلبي واصله للسما. والله يا باشا، والله العظيم يا باشا، فضلوا عمال يضربوني ويطفوا السجاير في جسمي وشرحوه بلواس لحد ما اغمى عليا. ولما فقت الباشا عبد الهادي قال لهم طفوا السجاير في جسمه تاني وشرحوه بالبوس تاني لحد ما اعترف. كانوا عايزينك تعترف بيه يا حامد؟ بان انا اللي سرقت شقه الصايغ بتاع مدينه نصر سعادتك. سعادتك تزيد محضر والسلام. وغلاوتك يا سعاده الباشا، وغلاوتك عندي. مدينه نصر دي ما اعرف روحها منين.
انا اي نعم هربان من مراقبه هربان من مراقبه، بس سعادتك يجازوني يرجعوني السجن تاني، انما انا مش هتجاهل سعادتك وليا في السرقه وملف في الداخليه شاب كده. عندك اقوال تاني عايز تضيفها يا حامد؟ انا عايز حقي يا سعاده البيه، عايز حقي، كرامتي يا سعاده البيه ودميتي انتهكت، ازولي بدري يا سعاده البيه. يعني سعادتك لو بتوع جمعيه حقوق الانسان عرفوا هيعملوا حكايه. خلاص يا بقى مضيع على قواله. ببصم سعادتك. اشتروك؟ انت الصادق يا باشا، انا اللي اشتريت عمري. دول العالم مفيش في قلوبها رحمه وايديهم طايله. تفتكر هتعدي بعمليتك دي نهرك ولا جنتهم يا باشا؟ ماشي، مسير الحي يطلع. اديني وديك طول العمر يا باشا. ما يلا حبيبي، عايزين حق لي مكان في الحجز. ما حصلش، انا من يوم ما اشتغلت في الداخليه ما حصلش ان خدت اعتراف من متهم عن طريق التعذيب الجسدي اطلاقا، لان ببساطه مؤمن ان ده اسلوب غير انساني. يا سياده العقيد، انا مصدقك ومؤمن جدا بكل اللي انت بتقوله، ودي مش اول مره بشتغل فيها في قضيه من النوع ده، انما للاسف. انما للاسف في واقع قدر مجرم خبير بخبايا القانون ومسالكه يقيم عليها دليل مادي ملموس، مش كده؟ وهو ده اللي بنشتغل عليه في كل احكامنا، اعتراف او دليل مادي ملموس، هو ده القانون. انا اللي اعرفه هو القانون اللي درسه لنا في كليه الشرطه. ما كنتش مصدق ابدا ولا مؤمن ان في قوانين تانية ممكن تحكم حياتنا. انا اسف يا بلادي، انا مضطر اخد باقواله، وبالفعل انا حولته للطبيب الشرعي. مفيش داعي للاسف، انا اللي غلطان بالتاكيد. واضح اني كنت مثالي زياده عن اللزوم، وادي النتيجه. المجرم المسجل خطر هو الشاكي، وانا ممثل القانون المتهم، يعني بدل ما احاول اثبت ادانته بدافع عن نفسي. عايز اكتر من كده ايه؟ انا اسف يا بلادي، القانون القانون، ما هو نفس القانون اللي بيطبق عليه هو اللي بيطبق عليا، سواء رضينا او ما رضيناش لازم في النهايه يبقى في قانون. يلا، اهو شيء افضل من لا شيء. افتح المحضر يا فندم.